وحاجة من الحاجات اللي بتوجع قوي 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 ان الواحد يتظلم او يضحك عليه او حقه يضيع، وخصوصا لما تكون فلوسه وشقى عمره، دي حاجة توجع طبعا وتألم وتقهر كمان. بس اللي يقهر اكتر ويوجع اكتر ان الواحد هو اللي يضيع تحويشة عمره وشقاه وتعبه بإيده بإيده، ويروح متطوعا بإرادته يسلم فلوسه دي للنصاب. ده بقى اللي يخليك تضرب كف بكف وتقول هي ازاي الناس ما بتتعلمش من أخطائها وما بتتعلمش من الدروس والعبر اللي احنا بنشوفها كل يوم كل يوم. طب أول واحد يحصل فيه كده طبيعي لأنه أول حالة، لكن الحالة التانية، طب التالتة، طب العشرة، لا ده الحالة المليون وبرضه بيتعمل فيها نفس المقلب. أنا هنا بكلمكم عن فكرة توظيف الأموال اللي هي معروفة إعلاميا دلوقتي باسم ظاهرة المستريح. المستريحين كتروا قوي كتروا قوي، وبما أن المستريحين كتروا فالضحايا بتوعهم بقى عددهم بالآلاف بالآلاف. وبح صوتنا واحنا بنتكلم نقول يا جماعة مفيش حاجة اسمها توظيف أموال، يا جماعة الحداية ما بتحدفش كتاكيت، لو كان في الخير ما كانش رماه الطير، قلنا كل الامثال والحكم والعبر ومحدش بيسمع. اول ما الناس تسمع ويحصل لها اغراء بان انت هات القرشين اللي معاك وهتاخد فوائد ايه وهتاخد مكاسب ايه وهتعمل ايه، علامة الدولار تطلع فورا تترسم على العين وتروح تسلم كل اللي معاك. اتمنى ان اليومين دول تكون الناس اتعظت بعد الجهد الرائع اللي عملاه وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة وكل قطاعات الأمن الوطني في فكرة ضبط كمية كبيرة جدا من المستريحين في عدد من محافظات الجمهورية، كان آخرهم وأشهرهم مستريح أسوان ده اللي كان اسمه البنك، وشفتوا كمية الفلوس اللي كان مجمعها وكمية الضحايا اللي نصب عليهم. أتمنى إن يكون الهوجة اللي حاصلة دي هوجة صحيان، نوبة يقظان كده ونوبة صحيان عشان الناس تصحى وتفوق، لأنه الامر اصبح لا يمكن السكوت عليه. الحصول على القرش دلوقتي بقى صعب جدا، فضياعه قاتل. معي على الهاتف الاستاذ مراد الصيفي متحدث باسم ضحايا كرداسة. مساء الخير يا استاذ مراد. مساء الخير. ان شاء الله تكون بخير يا فندم. معلش بس انا عايزك تقف في حتة فيها شبكة كويسة عشان اسمعك بوضوح. تمام كده؟ كده سامعك. قول لي الواقعة بتاعت كرداسة ايه والضحايا وضعهم ايه دلوقتي؟ واقعة كرداسة المبلغ 288 مليون، عدد الضحايا 2320 ضحية. الراجل ده كان شغال مقاول، يعني بيتاجر في الاسمنت والطوب والبيوت والاراضي وكده. احنا في سنة، يعني كان بدأ هادي في سنة من 20 لواحد لبداية 21 كان لا من 135 لوحدهم، اللي هي تعتبر اللي احنا بنقول على سنة كورونا. كان بيدي الناس نص الفايدة، يعني كان بيدي فايدة 2%، فبدأ يدي الناس نص الفايدة، نص شهر زي ما بنقول يعني. تمام؟ فجت الدنيا وقفت خالص او اختفى نهائي. فطبعا معظم المستريحين الضحايا ما يعرفوش بعض، فكل واحد حاطط في دماغه ان في ثلاث قطع. طب استنى بس الاول قول لي، هو العرض كان عنده من ايه؟ ان انت تدي له فلوس في مقابل ايه؟ مقابل ان بيديله 100، يعني 100,000 2000 جنيه. بيديك 2%؟ يدي 2%. في الشهر 100,000 ب 2000 جنيه في الشهر يا فندم؟ في الشهر يا فندم. يعني 24% في السنه. تمام. فجم طبعا بتاخدوا ايه بقى؟ بتاخدوا وصولات، بتاخدوا شيكات، بتاخدوا ورق من في وصولات، بس معظم الوصولات مضروبه، يعني بيجي يمضي الفورمه بتاعته ويحط التاريخ. حط التاريخ في الزر، ذكاء منه يعني. تمام. يعني الضحايا بقول لي معلش، يعني معظمهم ارامل ومطلقات وناس غلابه مش الكبار، لا خلينا في التاريخ حوالي 900 اللي هم الارامل والناس التعبانه تعبانه. ايوه تعبان. مشينا على كده، الراجل جه اختفى، الدنيا هاجت عملت مكان، كل واحد ما يعرفش التاني، ففي خمس قطع اراضي، فكل واحد في دماغه ان فلوسه موجوده. لما مشي وجينا نعمل حصر، طلع الحصر 288 مليون. دي كانت الطمه والمصيبه الكبرى للناس، في ناس ماتت في الصدمه وفي ناس جات لها جلطات وناس اعوذ بالله اتبهدلت جامد. ايوه تمام تمام. فدي
فدي مصيبه كبيره. جرينا والناس قطعت قواضي وجرينا وجرينا، ولكن لما جت موضوع مستريح اسوان البنك كان خير لك بس ما تجيش على معاليك. ايوه فكل المستريحين معظم المستريحين عمالين يظهروا، كل بيقع ورا الثاني ورا الثاني ورا الثاني. وبامانه ربنا يعني حق الدوله يعني ما شاء الله الامن بالامانه يعني، او مركز كرداسه زي ما بنقوله بالاخص، او مديريه امن الجيزه او مدير مباحث الجيزه او رئيس مباحث كرداسه زي ما بنقول، راجل الهمام يعني الله اكبر عليه، شغالين كويس. لان عدد المستريحين احنا داخلين في 11 مستريح في كرداسه، 11 مستريح في كرداسه، 11 مستريح في كرداسه. يا خبر ابيض، عدد مش عدد في كرداسه، لما تكون كرداسه يعني المدينه وفيها 8 كوره تشمل 8 كوره، ويطلع منها 11 مستريح غير المخفيين لسه اللي لسه ما ظهروش. طبعا كتير قوي، ومصيبه كبيره، مصيبه كبيره يعني. صحيح. طيب الراجل اتقبض عليه ولا لسه؟ لا اتقبض عليه باولاده، حاليا هو تحت يعني سيطره النيابه. اتقبض عليه وموجود في النيابه؟ اتقبض في النيابه، لا في محكمته يعني، بس طبعا النيابه بتحقق معاه يعني. تمام. والناس طبعا كلها قدمت الورق اللي عندها اللي يثبت مديونيتها عنده. وما زالت بتقدم يعني، لان في ناس كانت مش عاوزه تظهر في الصوره، فبدا كله خلاص بقى طالما اتقبض عليه كله بيجري ورا حقه حاليا يعني. طب والناس دلوقتي عندكم في كرداسه بتقول ايه؟ خلاص بقى اتعلمنا الدرس وبتاع، ولا لو حد عمل كده بكره هنديله فلوس؟ والله هقول لي معاليك كلمتين، انا احساسي انا وجاري في الشارع مع المستريحين والمشاكل المستريحين، انا بقول لو ظهر واحد جديد الناس هتتفق عليه. والله ما بكذبش. عندك حق، ودي عندك حق، ودي مشكله كبيره يعني. لو واحد طلع رغم الظروف اللي احنا فيها ديت، والله لا يديله الفلوس. ما هنا انا ده اللي مخليني الحقيقه استعجب، ان الناس بتسمع المصايب دي ومع ذلك ما بتتعظ. لا ما فيش اتعاظ، يقول لك لا ده هيطلع احسن من التاني. سبحان الله، سبحان والتاني الله. والتاني اللي جاي المستريح الجديد هيدي 4% يعني. انا مثلا في كذا حد بنخلص في قصته كان بيدي 4% على ال 100,000 4,000، وكان في حد يا حاليا مقبوض عليها يعني كان بتدي لل 100,000 20,000 سمساره، للي يلم لها 100,000 تدي له 20,000 سمساره. طبعا هي الفلوس دي كانت اتلمت 37 مليون ديت. طبعا واقف عليها ببلاش. والاخر بتيجي الفلوس خسرت راحت جت، والاخر بتاكل بعضها، تحس الفلوس انها بتاكل بعضها يعني. وهي تدفع من في حد يقدر يعني بتاع ال 288 مليون هيعمل بهم ايه؟ ده ميزانيه. ده ميزانيه صح عندك. وبتاع ال 37 مليون ده ست عاديه فلاحه يعني اللي لمت المبلغ دوت. واحده لسه لما بتتاجر في شويه ادوات كهربائيه لما 8 مليون. ربنا يكون مع المظلومين والمغلوب على امرهم دول، ان شاء الله ان شاء الله ربنا كبير وقادر على رد حقوق اليهم باذن الله. بس يا رب يتعظوا، رغم ان انا عارف زي ما انت قلت كده انه الناس للاسف ما بتتعظ، لكن ادي الله ودي حكمته، وعلينا ان احنا نفضل نقول ونعيد ونقول ونعيد، يمكن نعرف ننقذ واحد بس على الاقل يبقى كسبنا ثوابه.